ينضم إلينا دكتور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية. مساء الخير دكتور. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. سأعود معكم إلى خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي أعلن فيه أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في صفوف الأطر الطبية تضاعف 10 مرات، وهذا يعطي صورة عن تعاظم المخاطر التي تواجه هذه الأطر. تعليق على هذا الرقم بداية دكتور عفيف. أولا نحن في الجمعية المغربية للعلوم الطبية نثمن مضامين خطاب صاحب الجلالة نصر الله، ونفتخر بالعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة لصحة المواطنين عموما والأطر الصحية خصوصا. وكما أشار له صاحب الجلالة نصر الله فالحالة مقلقة، وفاشي يبدأوا يكونوا عندنا الحالات في الأطر الصحية فهذا مقلق جدا. لحقاش نعرفه بأنه ما عندناش موارد بشرية كثيرة، والضغط هو اللي يجعل تكون هاد الحالات الصفوف الأطر الصحية. لحقاش راه كما جاء على لسان صاحب الجلالة نصر الله ضعفت بكثير الحالات، ضعفت 10 مرات دكتور عفيف. يعني في البداية كان فقط إطار واحد يصاب في اليوم، اليوم عندنا 10 أسر أو 10 أطر تصاب يوميا. شكون هما أكثر الفئات عرضة؟ واش الناس اللي تيديروا التحاليل، يعني الأطر الطبية المكلفة بالتحليلات، أم الذين يباشرون المرضى في المستشفيات، أم الذين يسهرون عليهم في أقسام الإنعاش؟ من هي الفئات الأكثر تضررا أو الأكثر علاقة أو تأثرا بعدوى الفيروس؟ كاين الذين يباشرون المرضى لحقاش، وكذلك في العناية المركزة، ولكن فاش يكون مثلا المريض معروف أنه عنده المرض فتتكون الاحتياطات كلها كاينة، ولكن الناس راه شحال من طبيب أصيب في العيادة ديالو، شحال من صيدلي أصيب في الصيدلية. إذا التكاثر ديال الحالات فهو يجعل أنه يكون تكاثر أيضا في الحالات المصابين ديال الأطر الصحية. وكما شار لي صاحب الجلالة فهذا تيشكل خطر. لحقاش هاد الأطر الصحية هي اللي في الصفوف الأمامية، وهاد الأطر الصحية راه تنعرفوها أنها 6 شهور هذه وهي واقفة في الصفوف الأمامية، وما يمكنش وأننا تنهار هاد الأطر الصحية وتنهار المنظومة الصحية. ولهذا تنعودوا نأكدوا كما أكد عليه صاحب الجلالة أنه الحل الوحيد هو احترام التدابير الوقائية بوضع الكمامة، بالتباعد، بغسل اليدين بالماء والصابون ولا بالمعقم. وخص يعرف، وراح نحتفلنا بذكرى ثورة الملك والشعب، بأن هذه تهي ثورة ضد هذا الفيروس، وخصنا كما كانوا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا ملتحمين تحنا نلتحموا، وتكون عندنا روح المواطنة باش نحافظوا على الأسرة الصغيرة ديالنا ونحافظوا على الأسرة الكبيرة اللي هي الوطن ديالنا ونحافظوا على المنظومة الصحية ديالنا. طبعا هي معركة والجميع مطالب بأن ينخرط فيها، لا يمكن أن تنهار المنظومة الصحية ولا يجب أن نسمح بذلك، والخطر سيكون مضاعفا في حال لا قدر الله وقع ذلك. وزارة الصحة اعتمدت مؤخرا بروتوكولا للعلاج في المنازل لفئة معينة طبعا من المصابين بالفيروس، هل من شأن هذا الإجراء وهل هو كاف لتخفيف الضغط على الأطر الطبية؟ هذا الإجراء مهم لحقاش غادي يخفف الضغط، ولكن ماشي كافي. خصنا حنا تنفتخروا بكل ما جاء به صاحب الجلالة في الخطاب. لحقاش صاحب الجلالة شخص الوضعية بأنها وضعية مقلقة. إذا الناس، وصاحب الجلالة أكد اللي تيقول ما كاينش هذا الفيروس واللي تيستهن بهذا الفيروس فهو خاطئ. ولهذا مهما تكون الحكومة ووزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة، ولكن المجهودات ما يمكن لها تنجح إلا إلى المواطنات والمواطنين وكل شيء ضفر الجهود باش نحترموا التدابير الوقائية. الحل
في احترام التدابير الوقائيه. مثلا اننا الناس يتداووا في المنازل هذا تيخفف وتيجعل انه ما يبقاش الضغط. ايضا خصكم تعرفوا بانه دابا وضع المستشفيات ديال الضمان الاجتماعي راهم حتى هما توضعوا رهن الاشاره وخدامين فيهم اطباء ديال القطاع الخاص باش كل شيء الجهود الحمد لله دابا ولا عندنا قطاع صحي واحد فيه العسكري وفيه المدني وفيه الخاص وفيه الجامعي. اذا نفس النداء نفس الدعوه الموجهه لعموم المواطنات والمواطنين بالمزيد من الالتزام بتدابير الوقايه والتباعد الجسدي. شكرا لكم الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه.